فوازير المزرعة. ايه اللي بيحصل ده؟ السنة دي المفاجأة أكبر، أغرب، أجمد. انت ناسي آخر مرة جه فيها عمل ايه فينا وفي المزرعة؟ مش ناسي يا خوي. يا مش مش بيه، يا مش مش بيه، جبنا الحرامي وقبضنا عليه. أحداث كتير وتجارب غريبة ونتائج عجيبة. الحمد لله قدرنا بفضل الله نوصل للتركيبة المضبوطة. أنا كده بيتي اتخرب. يا ودني. خويا أبو زرعة، سماس أبو زرعة. فوازير المزرعة. الأخبار يا شهر؟ قربنا هو إن شاء الله. النهاردة حل فزورتنا. وهذا أوعى تقولي عنكوه. فوازير المزرعة قريبا في رمضان.